السلام عليكم زبينات ديالي، مبروك عواشركم. نعاود نقولها من جديد، الله يجعل ايامكم ويامنا كلها عواشر يا ربي، وتدخل عليكم بالصحه وبالسلامه دائما، والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. الوغ قبل ما ندخل معكم في الفيديو، نقول لكم اشكركم كلكم على لي كومونتير الزوينين، سواء اللي كنعرف سواء اللي ما كنعرفش. وتمنى تكونوا كيعجبكم القناه ديال ملكي التمالينا، ومرحبا بكم. تنعرفكم بان المبتدئات هما علاش كنوريهم بزاف الطريقه وكنشرح، كنعرف بالنسبه للناس اللي كيعرفوا هاد الاكلات المغربيه. ماشي تنقول بان انا كنعرف، لا مازال كنتعلموا. رغم من هذا المنبر نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، واللي ما بارطاجاش يبارطاجي، واللي مازال ما دارش ابوني ابوني، وشكرا وبقوا مع الفيديو. شوفوا اليوم في الفيديو ان شاء الله جبت لكم طاجين بالملوخيه وصفرجل. الملوخيه راه ترجعوا الفيديو كما وريت لكم الطريقه تاع الغسيل تاعها، والصفرجل كذلك. واللحم عندي في الطاجين درت العنقره لا المليجات والفولات، انا عندي فوله درت لها الفوله والملج ديال الغنمي ماشي عنقره. انا غنبقاو عندي بصله مشلطه وعندي بصله مشنفه، عندي كما شفتوا هنا الملوخيه مغسوله ومنقيه، وهنا الصفرجل، وعندي ربيع، وعندي ماطي، هنا عندي قزبر ومعدنوس، وهنا مطيشه كبيره مقطعه صغير صغير، عندي الخرقوم، البزار، سكنجبير، الملح، وزيت الزيتون، وزيت المائدة. إن شاء الله بقاو مع الفيديو. شوفوا أنا غنوريكم اليوم كيفاش كتغسل الملوخيه، ما تخافوش من الناس اللي تبدا داك الشوف، غنوريكم كيفاش تغسلوها سهله. وكما كنوري المبتدئات دائما تنقولها لكم سيداتي، كلشي كيعرف يغسل الملوخيه. الوغ ان شاء الله غادي تبقاو معايا باش نوريكم كيفاش كندير لها، كيفاش كنغسل ليها. الفرجل كما قلت لكم غادي دابا نغسلو، نوريكم كيفاش تنغسلو كيفاش تنقطعو. بالنسبه للمبتدئين ديالي ما تنقولها لكم سيداتي، بالنسبه للمحترفات واللي كيعرفوا لي مولفين كيطيبوا في ديورهم، راه ما كاينلاش غنوريهم كيفاش كيتغسل الفرجل كيفاش. كما كتشوفوا ها انت الصفرجل راه بحالو بحال التفاح، انا غسلته كما وريتكم قبيله. راه انا عندي هذه تنحيد بها القلب ديال لي فخوي كاملين، وريني مع الصفرجل قاصح، ما غاديش نبارطاجيها مع البنات المبتدئات يجيهم قاصح. كما كتشوفوا غادي نبدا غير نقشر غير هذا عفوا الصفرجل بحال اللي كنقشروا التفاح، هذه غنحيدوها بالنسبه للمبتدئات. ها راه تيتقشر عادي بحال اللي كتقشر التفاح، هكا رطوبة مع الموس
راه صفرج القاصح شويه ها نتوما كما كتشوفوا. وغادي نحيدوا ليه هذا، غادي نقطعوه دابا على اربعه، ما خصوش يتقطع صفرج صغير باش يجي مزيان. اللحم ديالنا في الطاجين كنشعل كما ديك الحديده كنديروها باش ما كيتحرقش لينا الطاجين، كنشعلو عليه. الو نسيت ما قلت لكم سيداتي، الثوم جوج ريوس تاع الثوم غنديروهم هكا متصوصين، وغادي ندير التوابل ديالي البزار خرقوم سكنجبير الملحه، وغادي ندير سيداتي شويه زيت الزيتون وشويه ديال زيت المائده، ما نكثرش حيت عندي هذا اللحم عندي فيه شويه تاع الشحمه نص ديال عنقرو ديال الملجة. خلاص غادي نخليو هذا اللحم ديالنا يدخلوا العطريه تقلى شويه ونعاود نرجع معكم. شوفوا غنديروا هذيك البصيله اللي مشلطه غنخليوها مع اللحم تتقلى مزيان، نحاولو نديروها لتحت بحال هكا هكا من التحت ندخل باش تقلى لينا مع اللحم، ونخليوه تيتقلى بقاو مع الفيديو سيداتي. هنا غادي نديرو الما طايب، غادي نعسلو داك الشفرجل، ديرو شويه صافي ديال الما ماشي بزاف، راح نسيطرو الما سيداتي، وغنديرو فيه ربعة ديال المعالق ديال السكر سيدة ولا جوج طوبات ديال السكر باش يتعسل لينا هاد السفرجل. ولكن تبعوا الطريقة، اليوم ما غاديش نعسل السفرجل ديال الحلو بالقرفة، الو غادي نديرو حيت غنديرو مع الملوخية، تبعوا غير الطريقة اللي كندير. انا ديجا دايرة السفرجل ديالي نقيتو كيما شفتو، رجعوا الفيديو درت ليه الحامض باش ما يكحاش لينا، الو ها هو. وغادي نزيد ايه واحد القطره ديال الحامض بحال هكا شويه، نزيد سيداتي ليه تبعوا معايا، غنديروا ليه الملحه باش ما يجيش باسل، ونعاودوا نديروا ليه التوابل اللي درنا في الطاجين ديال اللحم غنعاود نديرهم ليه هما. تبعوا معايا سيداتي، والبزار بحال اللي درنا في الطاجين حيت هذا غنخضروا به الطاجين الملوخيه، والسكنجبير كما تشوفوا،
وشويه ديال زيت المائده لو اللي بغى يغسل ماشي زيت العود اللي بغى يغسل السفرجل ديالو غادي يدير الزبده والقرفه والسكر ومن بعد خطره تندير معاه شويه الماء زهر هذا لا هذا الطاجين شي نهار غندير لكم التعسان ديال السفرجل بقاو مع الفيديو ها هو اللحم ديالي كيتقلى ها هو تقلى دو معايا غادي نزيد عليه دابا اخذوا معايا سيداتي تبعوا المراحل ما قلت لكم هذيك البصيله تبقى لتحت باش تطلق الماء ها هي غادي نزيد عليه شويه ديال الربيع بحال هكا ونخليوه الاخر وغادي نديرو مطيشه تبعوا معايا سيداتي غادي نخليوه عاوتاني تقلى لينا فهاد المطيشه نزيدو شويه ديال الربيع فوقها كما كتشوفوا ها هو وغادي ندير سيداتي غنخلي هاد المطيشه تقلى مع اللحم وغندير فوقها ديك البصله اللي مشنفه غندير لها بحال هكا كما كتشوفوا هكا وغادي نزيد عاوتاني فوقها هذاك الربيع كامل هكا تبعوا معايا غادي نخليها شويه تهبط عاد نطلقوا باش نديروا الملوخيه ديالنا شوفوا ها هو اللحم تاعي كي كنشوفوا بدا كيدخلوا الطياب كندير الملوخيه كنفرشها ها هي كما شفتوا الملوخيه ديالي شوفوا انا درت الملوخيه تاعي وهنا عندي الشفرجل ديالي ها هو راه قريب يتعسل غادي نخلي فيه داك شويه تاع الماء تاع المرقه غنخليه يتعسل ونديروا لهاد الماء فوق الملوخيه كنديرو هكا تطيب لينا صافي وتنشف وشوفوا هنا معايا راه السفرجل راه هو تعسل غادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب ليا الطاجين وينشف ونبقاو مع الطبق التقديم النهائي ان شاء الله شوفوا ها هي الطاجين تاعي طاب غادي نزوق بهذا الشفرجل دائما سيداتي الملوخيه الا كان عندك الناس كثر ديري كيلو لحقاش هي كتنقص في الطياب ديالها ها هو الطاجين ديالي ان شاء الله هاو مع طبق التقديم كتشوفوا ها هو الطاجين ديالي ملوخيه بالسفرجل جربوه ديروا الملوخيه راه زوينه صحيه دخلوا عليها الانترنت قراو عليها راه صحيه وكاينه دابا وقتها وبالصحه والراحه وما تنساوش بارطاجيو ابوني اللي مازال ما تابونا وشكرا الى الفيديو القادم.